المطلوب منا هنا أن نقوم بتمثيل المعادلة y تساوي 1 على 3 x ناقص 2. الآن عندما ترى معادلة بهذا الشكل فهذا يسمى بنموذج تقاطع الميل، والصورة العامة التي تكتب بها هي y تساوي mx زائد b، حيث أن m هو الميل. إذن دعوني أكتب m تساوي 1 على 3، وفي هذه الحالة b عبارة عن تقاطع y وتساوي سالب 2. إذن b عبارة عن تقاطع y، ونحن نعلم أن تقاطع y يحدث عندما x تساوي 0. فإذا كانت x تساوي 0 في أي من هذه الحالات تصبح هذه العبارة 0، وستصبح b مساوية ل-y. فكلما رأيت معادلة بهذا الشكل سيكون مباشر جدا تمثيل هذا الخط b عبارة عن تقاطع y، في هذه الحالة يساوي سالب 2، وهذا يعني أن هذا الخط يجب أن يتقاطع مع محور y على y تساوي سالب 2، أي هذه النقطة هنا سالب 1 سالب 2، وهذه النقطة 0 وسالب 2. لتتأكد حاول تقييم أو حاول إيجاد قيمة y عندما x تساوي 0. سنحذف هذه العبارة ويتبقى لديك y تساوي سالب 2 هنا، وهي تقاطع y. الآن الواحد على 3 عبارة عن ميل الخط. كم مقدار التغير في y لأي تغير في x؟ هذا يوضح لنا أن 1 على 3 عبارة عن الميل، ويوضح لنا أن 1 على 3 تساوي مقدار التغير في y، التغير في y مقسوما على مقدار التغير في x. أو لنفكر بها بطريقة أخرى، إذا تغيرت x بمقدار 3 ستتغير y بمقدار 1. دعوني أقوم بتمثيل هذا. نحن نعلم أن هذه النقطة موجودة على التمثيل وهي تقاطع y، والميل يوضح لنا أنه إذا تغير x بمقدار 3، إذن دعوني أذهب إلى اليمين بمقدار 3، إذن 1 2 3، ستتغير y بمقدار 1، ويمكننا الاستمرار في فعل ذلك. وإذا انتقلت x للأسفل بمقدار 3 فستنتقل y للأسفل بمقدار 1، وإذا انتقلت x للأسفل بمقدار 6 فستنتقل y للأسفل بمقدار 2، إنها نفس النسبة. إذن 1 2 3 4 5 6 وهنا 1 2، ويمكنك أن ترى أن جميع هذه النقاط موجودة على الخط، وهذا الخط عبارة عن التمثيل البياني لهذه المعادلة. لذا دعوني أقوم بتمثيلها، ستبدو هكذا. حظا طيبا.